السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب تانية ثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض الجهاز المعطي. الجهاز الهضمي مبدئيا بيتكون من حاجتين أساسيتين. أول حاجة بيتكون منها هو القناة الهضمية، وتاني حاجة بيتكون منها هي الغدد الملحقة. الغدد الملحقة، يبقى مبدئيا كده احنا معانا الجهاز الهضمي ده بيتكون من حاجتين: القناة الهضمية اللي بتبتدي في فتحة الفم، بتبتدي من هنا كده وبتنتهي في فتحة الشرج. كل اللي بيكون موجود بقى على طول القناة الهضمية، يعني كل موجود اللي بيكون موجود بداية من الفم لحد فتحة الشرج بنقول عليها القناة الهضمية. وفي شوية غدد بقى بتقابلنا في السكة بنقول عليها اسمها الغدد الملحقة بالقناة الهضمية. فالموضوع بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل زي كأنك انت رايح تشتري كده تليفون، والتليفون ده بتاخد معاه الاكسسوارات بتاعته، سكرينه، شاحن، الكفر بتاعه، فبنقول عليها ايه؟ الحاجات الملحقه، الاكسسوارز بتاعته، حتى اسمها الاكسسوارز جلاندز، يعني الغدد الملحقه. يبقى كده الجهاز الهضمي ده بيتكون من قناه هضميه ومجموعه من الغدد الملحقه. القناه الهضميه بتبتدي في الفم وبتنتهي في فتحه الشرج. في طريقنا بيقابلنا بقى الغدد اللعابيه، دي احد الغدد الملحقه، اول غده او اول نوع من الغدد الملحقه اللي هتعملنا. وهيقابلنا هنا كده البلعوم، وبعد كده المريء والمعدة والكبد، دي تاني غدة ملحقة، والبنكرياس اللي هو تالت غدة ملحقة، وهيقابلنا بعد كده الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. فيبقى كده تعالى بص، دي الغدد الملحقة وهم تلاتة: الغدد اللعابية، ودول عددهم ست غدد، ست غدد موجودين في تلات أزواج. يبقى أنا معايا ست غدد موجودين طبعا في تلات أزواج، ده كده زوج واحد اهوت، يعني بيكون موجود في الناحيتين، اسمها الغدد المكافية، الاسم مش عليك. ودي كده الغدد اللي بتكون تحت اللسان، الغدتين بيكونوا تحت اللسان، ودي الغدد تحت الفك السفلي، يعني اسفل الفك السفلي. فيبقى كده زوج من الغدد، زوج من الغدد، زوج من الغدد، يعني ثلاث ازواج، فيبقى عددهم كلهم ست غدد، اسمهم الغدد اللعابية. هندرسهم برضو بالتفصيل ونشوف هما بيعملوا ايه. ثاني نوع من الغدد عندنا الكبد، الكبد اللي بيفرز العصارة الصفراوية. وتالت نوع واهمهم هو البنكرياس، وده بيفرز العصاره البنكرياسيه. تعال نبتدي باول مكون معانا وهو الفم. الفم بيحتوي على الاسنان، بيحتوي على اللسان، وبيكون فيه الغدد اللعابيه اللي بتصب اللعاب، الغدد اللعابيه اللي بتصب اللعاب بتاعها من خلال قنوات داخل مين؟ داخل الفم. اول حاجه الاسنان دول بينقسموا إلى ثلاث أنواع. أول حاجة هو قواطع، اللي هما الاتنين الموجودين دول، دول اسمهم القواطع، ده قاطع وده قاطع أهم. طب القواطع وظيفتها إيه؟ قاطع الطعام، القواطع قاطع الطعام، اللي هما الاتنين، والاتنين من الناحية دي والاتنين من الناحية دي، وظيفتهم قاطع الطعام، بيكونوا موجودين فين؟ موجودين في مقدمة الفم. ده أول حاجة من الأسنان. طيب تاني حاجة وهي الأنياب، وهم دول، دي الأنياب وظيفتها إيه؟ تمزيق الطعام، تمزيق الطعام. طيب تالت حاجة وهي الضروس أو الأضراس، وظيفتها طحن الطعام. يبقى إحنا عندنا الفم كده بيحتوي على تلات حاجات، الفم بيحتوي على تلات حاجات: واحد الأسنان، اتنين اللسان، تلاتة اللي هي الغدد اللعابية اللي بتصب اللعاب بتاعها أو المخاط بتاعها داخل الفم. الأسنان قسمناهم لثلاث أنواع من الأسنان، وهم القواطع اللي بيكونوا موجودين في مقدمة الفم، ودورهم إن هما بيقطعوا الطعام. وبعد كده الأنياب اللي بيكونوا موجودين ورا القواطع، ودورهم إن هما يمزقوا الطعام. وبعد كده الأضراس، ودورهم إن هما يطحنوا الطعام. نيجي بعد كده اللسان، واللسان بيكون ليه وظيفتين. أول وظيفة هو تقليب الطعام، بيقلب الطعام، تقليب الطعام. وتاني وظيفة هو التذوق. بعد كده بيكون في الغدد اللعابية اللي بتفرز اللعاب، الغدد اللعابية اللي بتفرز اللعاب. وقلنا ان الغدد اللعابية عددهم ست غدد، بيكون عددهم ست غدد اللي هما تلات ازواج، تلات ازواج من الغدد يعني ست غدد. طيب اللعاب ده بيتكون من ايه؟ اللعاب ده بيتكون من حاجتين، يعني احنا معانا اللعاب بيتكون من حاجتين. اول حاجة اللي هي المخاط، المخاط اللي هو الميه عامة، يعني اللي بتكون موجودة في بقنا، يعني بغض النظر عن التشبيه، ممكن مثلا نشبه نقول الحاجة اللي أنت إيه، يعني تخيل كده أنت معايا المخاط ده عامل إزاي.
طيب، يبقى أول حاجة المعدل بيتكون من المخاط، تاني حاجة بيحتوي على إنزيم الأميليز اللعابي أو التيالين. يبقى المعدل بيحتوي على إنزيم الأميليز اللعابي، أو ممكن نقول عليه اسمه التيالين. طيب، هو إنزيم الأميليز اللعابي ده بيعمل إيه؟ وظيفته هو إنه بيحلل النشا مائيا. يعني مثلا لما تيجي تاكل لقمة عيش، في لقمة مثلا عيش كده، هتبدأ إن أنت تاكلها. إن العيش ده بيبقى عبارة عن إيه؟ أو مثلا رز أو مكرونة، العيش أو الحاجات دي كلها بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن نشا. هو بيمسكه، يمسك النشا، زائد طبعا بيكون في المية اللي بتكون موجودة في المخاط، وطبعا بيحولها إلى ملتوز. والملتوز ده خلي بالك سكر ثنائي، سكر ثنائي. طيب، هو ليه أصلا محولوش مرة واحدة ليه ما حولش النشا مره واحده للجلوكوز؟ لان احنا عندنا جسمنا ده بيكون ذكي، لما بيمسك النشا ده سكر معقد، بيكون كده بص عباره عن جلوكوز 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 ماسك في بعضه. فهو لما بيحوله ما بيحولوش للجلوكوز مره واحده، ما بيكسرش الروابط كلها مره واحده، لا، ده هو بيحوله الى ملتوز، والملتوز بيكون عباره عن سكر ثنائي، فبنلاقي النواتج بتاعته عامله كده، ده كده ملتوز، وده كده ملتوز، وده كده ملتوز. فيبقى الهضم اللي بيحصل في الفم ده بنقول عليه هضم جزئي مش هضم كلي، هضم جزئي، هضم جزئي مش هضم كلي. طيب، هو ليه قلنا عليه هضم جزئي؟ لان احنا ما حصلناش على النواتج النهائيه. هي النواتج النهائيه ايه اصلا؟ بص، هو عامه ايه وظيفه الجهاز الهضمي؟ وظيفه الجهاز الهضمي هو انه بيحول الاكل اللي انا باكله الى جزيئات صغيره يسهل امتصاصها. طب، هو الاكل اللي انا باكله ده بينقسم الى 3 انواع. اول نوع وهو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي حاجة كبيرة خالص اهي، الكربوهيدرات دي حاجة كبيرة خالص، زي مثلا النشا، تمام. فالحاجة الكبيرة دي انا عندي جسم الانسان عبارة عن خلايا، فمثلا في خلية هنا كده، الخلية دي بتحتوي على غشاء، الغشاء ده بيكون شبه منفذ، فطبعا انا ما ينفعش اخد الحاجة الكبيرة دي، ما ينفعش اخد الحاجة الكبيرة دي واعديها داخل الغشاء، لازم اكسرها لحاجة صغيرة. طيب، الكربوهيدرات زي مين؟ زي النشا. النشا دي حاجة كبيرة، ما ينفعش طبعا تيجي تعدي من الغشاء دي، لازم أكسرها عشان يسهل امتصاصها، عشان تقدر الخلية إن هي تمتصها وتدخلها جوه وتبدأ إن هي تستغلها، سواء كان في إنتاج الطاقة أو في البناء والنمو. وبالتالي لازم أكسر الكربوهيدرات دي للمونومرات الأساسية بتاعتها، وهي السكريات الأحادية. السكريات الأحادية طبعا، واللي أشهرهم مين؟ أشهرهم الجلوكوز. يبقى الهضم النهائي بتاعي الكربوهيدرات هو السكريات الوحدية. وبالتالي لما اجي اجيب لك مثلا الملتوز واقول لك هو ده هضم جزئي ولا كلي، هتقول لي طبعا جزئي لان انا ما وصلتش للهضم النهائي. طيب، مين تاني من انواع الاكل اللي انا باكله؟ عندي البروتينات. البروتينات عبارة عن حاجات كبيرة وزيادات بيولوجية كبيرة. طب الهضم النهائي بتاعها او المونومرات الصغيرة بتاعتها بتبقى ايه؟ الاحماض الامينية. يبقى علشان استفيد من البروتينات اللي انا باكلها، لازم جسمي يهضمها الى احماض امينيه عشان خاطر اقدر امتصها وتدخل الى داخل الخليه، يبقى احماض امينيه. طيب، النوع الثالث الدهون. الدهون دي عباره عن جزيئات بيولوجيه كبيره. طب المونومرات بتاعتها هي ايه؟ الاحماض الدهنيه زائد الجليسرين. زائد ايه؟ زائد الجليسرين. وبالتالي انا بكسر الجزيئات البيولوجيه الكبيره دي، سواء كانت الكربوهيدرات او البروتينات او الدهون، الى جزيئات صغيره زي السكريات الاحاديه او الاحماض الامينيه او الاحماض الدهنيه والجليسرين، حتى يسهل امتصاصها علشان تقدر تعدي من الغشاء الخلوي، وبالتالي اقدر امتصها. فاللي بيحصل في الفم هو هضم جزئي مش هضم كلي. ليه؟ لان انا بمسك النشا بحوله لايه؟ بمسك النشا بحوله الى ملتوز، والملتوز ده سكر ثنائي، انا لسه ما وصلتش للسكريات الوحديه. طب، مين اللي بيعمل الهضم ده؟ هو انزيم التيالين، انزيم التيالين او الاميليز اللعابي. طب، الانزيم ده بيشتغل في وسط كام؟ بيشتغل في وسط 7.4، يعني قلوي ضعيف، وسط قلوي ضعيف. يبقى تاني كده، احنا في الفم ده ايه اللي بيحصل؟ الغدد اللعابيه بتفرز اللعاب. الغدد اللعابيه بتفرز ليه؟ بتفرز اللعاب. اللعاب ده بيكون فيه انزيم اسمه انزيم الاميليز اللعابي اهو. الانزيم الاميليز اللعابي ده
بيشتغل في درجة الحرارة بتاعة الجسم. هي درجة حرارة الجسم كام؟ 37. أي إنزيم موجود في الجسم بيشتغل في درجة الحرارة الثابتة اللي هي 37. طب والبي اتش بتاع الفم بيكون 7.4، يعني قلوي ضعيف، فبيكسر النشا. بيمسك النشا ده، ده النشا كده، بيمسكها يكسرها ويحولها إلى الملتوز. بيحولها إلى إيه؟ الملتوز. فنقول عليه هضم جزئي وليس هضم كلي. طيب نيجي بعد كده للمكون الثاني وهو البلعوم. تاني مكون معايا ده كده الفم اهوت، انا اكلت الاكل دخل الى الفم، بعد كده تم الهضم في الفم، فحصلنا على الملتوز. وبالمناسبه برضو لو انا عايز اعمل علاقه ما بين نسبه النشا وما بين نسبه الملتوز في الفم، يعني بص كده، ده كده الزمن، وهنا مثلا كميه، كمية مين؟ كمية النشا وكمية الملتوز، كمية النشا وكمية الملتوز. أنا أول ما ببدأ آكل مثلا طبق مكرونة، طبق المكرونة ده كله بيبقى عبارة عن نشويات، وبالتالي كمية أو تركيز النشا بيكون كبير. ممكن نقول عليها بلاش الكمية، مثلا ممكن نقول عليها التركيز. تركيز النشا بيكون كبير، أنا أكلت طبق مكرونة بيكون فيه نشا كبير، أهو فيبقى تركيز النشا من هنا كده. مع تقدم الزمن يعني بعد مثلا نص ساعة، ايه اللي بيحصل لتركيز النشا؟ بيبدأ ان هو يقل 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 يقل. طيب هو بيقل بيتحول لايه؟ لما بيقل بيتحول الى ملتوز، فيبقى كان تركيز الملتوز في البداية خالص صفر، فالملتوز عمال بيزيد 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 بيزيد، فيبقى ده كده ملتوز، تركيز الملتوز كان صفر وبدأ ان هو يزيد، وده كان تركيز النشا كان كبير وبدأ ان هو يقل. طيب بعد كده وصلنا لايه؟ خلصنا الفم واللسان والأسنان، بدأنا ندخل على قناة هنا كده كده، قناة بتجمع أو بتوصل ما بين الفم وده البلعوم، ده المريء. القناة اللي بتوصل ما بين وده الفم، القناة اللي بتوصل ما بين الفم والمريء قناة اسمها البلعوم، جاية من كلمة البلع، اللي أنا ببلع. أول ما بخلص المضغ والهضم في الفم ببدأ إن أنا أبلع. طب ببلع فين؟ ببلع في البلعوم. فالبلعوم ده بيكون موجود فين؟ موجود خلف الفم، موجود خلف واسفل الفم على طول. طيب البلعوم ده نقدر نعتبره عضو مشترك ما بين الجهاز التنفسي، ما بين الجهاز التنفسي، نخلي بالنا عشان لو بقول لك سؤال، وما بين الجهاز الهضمي. طيب علل، علل يعتبر البلعوم عضو مشترك ما بين الجهاز التنفسي وبين الجهاز الهضمي. هتقول لي لان البلعوم بيكون حلقه وصل ما بين المريء والحلقه اللي قدام ده اسمها القصبه الهوائيه. والقصبه الهوائيه دي طبعا هي اللي بتنزل هنا، بعد كده بيكون في الرئتين، هنا بيكون في رئه وهنا بيكون في رئه، فدي كده رئه ودي كده رئه. فطبعا الرئتين والقصبة الهوائية بنقول عليها جهاز تنفسي، دي مكونات طبعا الجهاز التنفسي. فأنا لما باجي أتنفس الهواء بيدخل من الأنف يعدي داخل البلعوم علشان خاطر يعدي إلى القصبة الهوائية عشان يوصل بعد كده للرئتين. طب ولما باجي آكل الأكل بيدخل للفم، بعد كده بيعدي في البلعوم، بعد كده يمشي في المريء. علشان كده أنا بقدر أقول إن البلعوم ده بيكون عضو مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. طيب الوقت بقى اللي انا ممكن مثلا باكل فيه، الوقت يعني مثلا ايه اللي بيخلي الاكل ده يعدي داخل البلعوم، او داخل بعد ما يعدي البلعوم يدخل الى داخل المريء وما يدخلش الى داخل القصبة الهوائية؟ بسبب وجود حاجة هنا اسمها لسان المزمار، ده كده اسمه لسان المزمار. لسان المزمار اول ما بيكون فيه اكل هنا وابدا ان انا ابلع الاكل، لسان المزمار تلاقي بص القصبة طلعت لفوق ولسان المزمار قابلها عشان يقفل الممر ده، فيقفل الممر ده ويسبب دخول الطعام الى داخل المريء، يعني بيخلي الطعام يمشي في مجرى الجهاز الهضمي وما يدخلش الى الجهاز التنفسي. عشان كده مثلا لو انا باكل وضحكت مره واحده مثلا، او انا باكل وخدت نفس مره واحده، لسان المزمار ده بيفتح علشان يعدي النفس الى داخل القصبه الهوائيه. فاللي بيحصل ان ممكن شويه من الاكل اللي انا باكله يدخله القصبه الهوائيه، فيسببوا لي الكحه بقى اللي هو الشرقان، كان انا شرقت كده فاقعد اكح عشان خاطر اخرج الاكل اللي داخل القصبه الهوائيه، لان حصل غلط. وطبعا في ناس ممكن ان هي تشرق وتموت. ليه؟ لان الاكل ده لما بيدخل القصبه الهوائيه بيكون في جوه طبعا
شعيبات او خيبات هوائيه صغيره، الاكل ده ممكن يسدها طبعا، وممكن يؤدي لعدم دخول الهواء. ففي الحاله دي كده انت الرئتين او الجهاز التنفسي بتاعك حصل له انسداد، فده هيخلي وشه بقى يحمر، لان كميه الاكسجين اللي وصلوها هتبقى قليله، وظيفه الجهاز التنفسي هتقف، دور الجهاز التنفسي يعتبر هيقف، هيقف بشكل كبير، ومش هيقف كله، هيقف منه نسبه كبيره. فده يخلي بقى الشخص يقعد يكح ووشه يحمر وخلاص كده، ممكن يشرب ممكن يموت. فدي بقى طبعا من رحمه ربنا بيكون في عضو اسمه لسان المضمار، دوره هو انه بيقفل القصبه الهوائيه اثناء مرور الطعام داخل المريء. طيب نخلي بالنا من حاجه، ان المريء بيكون موجود خلف القصبه الهوائيه، يعني القصبه الهوائيه هي اللي قدام اهي، وراها بيكون في المريء. وبالتالي لو انا جيت مثلا اخدت المنظر ده كده وجبته مثلا هنا، قلت لك ان دي كده رقبه الشخص، وده كده الامام، وده الخلف، المنظر الامامي والمنظر الخلفي. جيت قلت لك مثلا دي الرقبه اهوت، يعني انا جيت قطعت من هنا كده وببص من هنا كده، ببص من فوق. فقلت لك ان في عندي قناتين، في قناه موجوده قدام اهيت، وفي قناه موجوده خلفها. فالقناه الموجوده قدام دي هنقول عليها سين، والقناه الموجوده خلفها هنقول عليها صاد. فمين سين ومين صاد؟ اللي بتكون موجوده قدام هي القصبه الهوائيه، يبقى سين دي قصبه هوائيه، وصاد دي اللي هو المريء. طيب خلاص الاكل كده بقى عدى من البلعوم وبدا يدخل للمريء. المريء بيكون فيه حاجتين، اول حاجه بيفرز مخاط، بيفرز مخاط. وظيفه المخاط انه بيعمل حاجتين، بيلين وبيسهل. يعني ايه الكلام ده كله؟ بيلين الطعام، يلين الطعام. يعني مثلا افرض واحد كان لقمه عيش ناشفه، فلقمه العيش الناشفه دي تدخل تقطع في جدار المريء، هتدخل تقطع في جدار المريء طبعا غلط، وبالتالي كده اللي بيحصل هو ان المريء، الغدد بتاعه المريء ده المبطنه للمريء، بتبدا ان هي تفرز مخاط. المخاط ده بيبقى عباره عن ميه، تمام؟ فالميه دي بتعمل ايه للطعام؟ بتبدا ان هي تلينه. طيب ولما تلينه بتعمل ايه؟ بتسهل، بيسهل مروره، بتسهل مروره، سهل المرور. يبقى اول حاجه بيعملها المخاط، هو اول حاجه بيعملها المريء هو انه بيفرز المخاط. المخاط بيعمل ايه؟ بيلين ويسهل، يلين الطعام ويسهل المرور. طيب تاني حاجة بيكون في مجموعة من الانقباضات والانبساطات. يعني مثلا لو أنا أكلت الأكل دلوقتي ودخلت أنام، أكلت أكلة معينة ودخلت أنام، هل يا ترى الأكل ده هيفضل واقف في البلعوم ولا هينزل؟ يعني المفروض إن أنا بدأت إن أنا أنام على ظهري كده، فالأكل مثلا واقف هنا كده، هل يا ترى هيفضل واقف ولا هينزل؟ لا طبعا هينزل. ليه؟ بسبب إن المريء بيكون في مجموعة من الانقباضات والانبساطات. فيكون دي مثلا كتلة الطعام هي اللي أنا مضغتها، بتكون موجودة هنا كده، فيبدأ الجزء اللي فوق ده ينقبض، يعني يضغط عليه، واللي تحت ده ينبسط عشان يعدي الطعام، وهكذا اللي فوق ينقبض واللي تحت ينبسط، اللي فوق ينقبض واللي تحت ينبسط. فنقول عليها اسمها مجموعة من الانقباضات والانبساطات. طيب اللي بيحصل بقى بسرعة كده، ان انا بلاحظ لو جيت ابص على المنظر ده بسرعه احس ان في دوده ماشيه داخل القناه الهضميه، احس ان في دوده ماشيه كده جوه. لو انا جيت ابص مثلا الحته دي مقفوله كده، يعني انا مش شايف البلعه او مش شايف الاكل الممضوغ ده، احس ان في دوده ماشيه جوه. علشان كده الحركه دي بيطلع عليها اسم الحركه الدوديه، كأن في دوده ماشيه جوه، فنقول عليها الحركه الدوديه. يبقى عندي المريء بيعمل حاجتين، اول حاجه بيفرز المخاط علشان يلين ويسهل، يلين الطعام ويسهل مروره. تاني حاجة جدار المريء بيكون فيه عضلات، العضلات دي عمالة تنقبض وتنبسط، فبتعمل لي مجموعة من الانقباضات والانبساطات، بنسميها الحركة الدودية. وظيفتها هو إيه؟ بينقل الطعام داخل المريء. والمريء طوله بيكون، طيب الوسط بتاع المريء، الوسط بتاع المريء بيكون 7.4، يعني وسط زي وسط الفم، وبالتالي بيستمر هضم النشا داخل المريء. ليه؟ لان الوسط بيكون مناسب لعمل انزيم الاميليز. يعني انا بقول لك هنا يستمر الهضم، او يستمر مين؟ يستمر هضم النشا داخل المريء، علل بسبب ان البي اتش مناسب لعمل انزيم الاميليز الذي يعمل على هضم النشا الى الملتوز. يعني البي اتش بتاع انزيم الاميليز بيكون مناسب في مين؟ في المريء، عشان خاطر الاميليز يقدر ان هو يهضم النشا.
يبقى الهضم بتاع النشا بيكون مستمر عادي خالص داخل المريء. طيب خلصنا المريء، نبدأ ندخل على المعدة. ده كده نهاية المريء ودي بداية المعدة. بيكون في عضلة هنا كده، عضلة أو فتحة، عضلة بتتحكم في الفتحة دي، بتفتح وبتقفلها، بتفتحها وبتقفلها. وطبعا بيكون وراها هنا كده بيكون في القلب، والقلب باللغة العربية اسمه الفؤاد. علشان كده الفتحة ده هي بتتحكم فيها عضلة، العضلة أو الفتحة دي اسمها فتحة الفؤاد، فتحة الفؤاد، فتحة الفؤاد. يبقى دلوقتي معايا فتحة هنا، الفتحة اللي بتفصل ما بين المريء والمعدة اسمها ايه؟ اسمها فتحة الفؤاد. بتتحكم فيها عضلة عاصرة لا إرادية، عضلة لا إرادية. العضلة دي وظيفتها إن أول ما الطعام يعدي من المريء ويدخل إلى داخل المعدة تقفل الفتحة دي، اسمها فتحة الإيه؟ فتحة الفؤاد. طيب وبرده في نهاية المعدة بيكون في فتحة هنا كده اسمها فتحة البواب، فتحة البواب بتفصل ما بين المعدة وما بين الأمعاء. بالتحديد الحتة دي اسمها الاثنى عشر. يبقى أول ما الطعام يبدأ إن هو ينتقل من المريء ويدخل إلى المعدة بتقفل عليه العضلة اللا إرادية اللي بتتحكم في فتحة الفؤاد. وبعد ما يتم الهضم داخل المعدة يبدأ الطعام ينتقل إلى الأمعاء فتقفل عليه العضلة اللي بتتحكم في فتحة البواب، ودي برضو بتكون عضلة لا إرادية، يعني مش بقدر أتحكم فيها، دي إرادية بعضلة مش بقدر إن أنا أتحكم فيها. طيب بالنسبة للهضم في المعدة، أول ما الأكل يوصل للمعدة المعدة بتبدأ إن هي تفرز العصارة بتاعتها واللي اسمها العصارة المعدية، تبدأ إن هي تفرز العصارة بتاعتها واللي اسمها العصارة المعدية. طب العصارة المعدية تبقى عبارة عن إيه؟ تعالى كده نعرف إيه هي العصارة المعدية. أول حاجة في العصارة المعدية هو إنها بتحتوي على ماء بنسبة 90%، يكون فيها مية بنسبة 90%. بيكون بتفرز حمض اسمه حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك واللي اختصاره HCl. الحمض ده بيعمل ثلاث حاجات، الحمض ده بيعمل ثلاث حاجات. أول حاجة افرض دلوقتي أنا مثلا وأنا باكل، أنا طول النهار كنت عمال بتحرك وبمسك وبعمل وجيت كلت على طول من غير ما أغسل إيدي، يعني كده الأكل هيكون إيه؟ هيكون فيه ميكروبات. طيب الميكروبات دي لو دخلت لجسم هتأذيني، وبالتالي هنا بيجي دور حمض الهيدروكلوريك، هو انه بيعمل على قتل الميكروبات، قتل الميكروبات، يبقى بيقتل ايه؟ الميكروبات اول حاجه. طيب تاني حاجه هو انه بيحول البي اتش، بيحول البي اتش بتاع المعده من قلوي الى حمضي، يعني بيخلي البي اتش بتاع المعده حمضي. حمضي يعني بيساوي من 1.5 الى 2.5، بيخليه من 1.5 او بيخليه حمضي علشان يناسب هضم طبعا البروتينات داخل المعده. طيب ثالث حاجه هو انه بيحول البيبسين الغير نشط اللي اسمه بيبسينوجين، بيبسينوجين يكون ده انزيم غير نشط بينشطه وبيحوله الى بيبسين. يعني احنا عندنا دلوقتي العصاره المعديه بتحتوي على ثلاث حاجات، اول حاجه قلنا ميه بنسبه 90%، ثاني حاجه هو حمض الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك ده بيعمل ثلاث حاجات، اول حاجه هو انه بيقتل الميكروبات، لو انا اكلت بكتيريا او ميكروبات حمض الهيدروكلوريك هو اللي بيقتلها. علشان كده مثلا لو قال لك ان في مرض مثلا حصل للشخص ده، في مرض معين حصل للشخص ده نتيجه ان هو كل اكله معينه مليانه بالميكروبات، يبقى ده معناه مثلا ان في خلل في انه عصاره موجوده في الجهاز الهضمي، هتقول لي خلل في العصاره المعديه. ليه؟ لان العمد حمض الهيدروكلوريك دوره انه بيقتل الميكروبات، فالميكروبات اللي دخلت دي ما يقدرش ان هو يقتلها، لو ميكروبات حتى ضعيفه يعني ما يقدرش ان هو يقتلها، يبقى كده في خلل في العصاره الايه؟ المعديه. طيب تاني حاجه بيخلي البي اتش حمضي، يعني البي اتش بيساوي من 1.5 الى 2.5. تالت حاجه هو انه بينشط انزيم البيبسينوجين الى بيبسين. طيب وتالت حاجه، تالت حاجه بتكون موجوده في العصاره المعديه هي انزيم بقى البيبسينوجين. احنا عندنا خلايا المعده بتفرز انزيم اسمه انزيم البيبسينوجين.
سين وجيم. الانزيم ده بيكون انزيم غير نشط. طيب هو ليه بيتفرز في صوره غير نشطه؟ بص انا عايزك تتخيل كده ان البيبسينوجين ده عامل زي قنبله، وظيفته هو انه بيهضم البروتينات، بيمسك البروتين، البروتين بتبقى ملعبكه كده على بعضها، بيمسكها ويهضمها ويحولها الى، طبعا هضم جزئي مش هيحولها لاحماض امينيه مره واحده، لا ده هيحولها الاول الى سلاسل عديد البيبتيد. يعني يمسك البروتين الملخفن ده كده يبدا ان هو يفرده الى سلاسل عديد الايه؟ البيبتيد. طيب احنا عندنا البيبسينوجين ده وظيفته انه بيهضم البروتين. طب احنا عندنا جدار المعده ده، الجدار بتاع المعده ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. انا قلت لك دلوقتي تخيل معايا ان الانزيم ده عامل زي القنبله. طب احنا صنعنا قنبله، والقنبله دي لو صنعناها نشطه اول حاجه هتفجرها ايه؟ اول حاجه هتفجرها المكان اللي هي اتصنعت فيه، اللي هي مين؟ اللي هو جدار المعده. يعني اول حاجه هيبدا يهضمها البيبسينوجين ده لو كان نشط هي ايه؟ هي طبعا جدار المعده. علشان كده بيتم صنع القنابل بشكل غير نشط، بيكون فيها الفتيل اللي احنا لو شدناه ده، الفتيل ده لو احنا شدناه ايه اللي هيحصل فيه؟ هينشط القنبله. وبالتالي كده احنا بنقدر نتخيل ان الجين ده، كلمه جين ده هو الفتيل، جين ده هو الفتيل، لان يعني الجين دي كده معناها خامل او غير نشط. فاللي بيحصل بقى ان البيبسينوجين بيتفرز في صوره غير نشطه يعني خامل. بعد كده بنيجوا شايلين بقى حته، نشيل منه مين؟ نشيل الفتيل بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو الجين، فيتحول الى بيبسين. طبعا بيتحول بفعل حمض ال HCl اللي هو حمض الايه؟ حمض الهيدروكلور. فلما يتحول الى بيبسين خلاص كده يبقى كده انزيم نشط، يعمل على ايه؟ يعمل على هضم البروتين الى سلاسل عديد بيبتين بفعل طبعا انزيم البيبسين. طبعا في وسط بيساوي من 1.5 الى 2.5، ودرجه الحراره طبعا بتكون 37 درجه، لان كده كده احنا في جسم الانسان. طيب هو امتى بيتنشط البيبسين؟ لما بينزل في تجويف المعده نفسه، لما ينزل في تجويف المعده هنا كده. طيب هو ليه البيبسين ما بيهضمش المعده حتى لما ينزل في التجويف؟ لان المعده دي بتفرز عصاره مخاطيه كثيفه. المعده بتفرز عصارات مخاطيه كثيفه. العصارات المخاطيه دي بتحمي الجدار بتاع المعده، يعني تلاقي جايه من هنا كده عماله تحمي اهي. دي كلها عصارات مخاطيه كثيفه، بتعمل ايه؟ بتحمي جدار المعده. يبقى لما اجي مثلا اقول لك علل بالرغم ان انزيم البيبسين يعمل على هضم البروتينات الا انه لا يهضم المعده، او ممكن نقول علل المعده لا تهضم نفسها، هتقول لي لسببين. اول سبب هو ان انزيم البيبسينوجين بيكون موجود داخل خلايا المعده في صوره غير نشطه، ولا يتم تنشيطه الا بعد وصوله الى تجويف المعده. تاني حاجة بسبب وجود إفرازات أو عصارات مخاطية كثيفة بتحمي جدار المعدة من فعل إنزيم مين؟ من فعل إنزيم البيبسين. طيب ممكن يجي أسألك سؤال يقول لك أين يبدأ هضم البروتينات؟ أو مثلا أين يبدأ هضم حتة لحمة مثلا؟ أين يبدأ مثلا هضم الفول؟ الفول ده عبارة عن بروتينات، بيبدأ فين؟ بيبدأ في الفم ولا في المعدة؟ لا طبعا بداية هضم البروتينات بيكون داخل المعدة. بداية هضم البروتينات بيكون داخل الايه؟ داخل المعدة. ممكن برضو حوارنك في السؤال شوية يقول لك أين يبدأ هضم المواد التي تعمل على نمو الجسم؟ هو نمو الجسم ده بيكون مواد ايه؟ بتكون مواد بروتينية، لأن الكربوهيدرات واللبيدات بتكون مصادر للطاقة، لكن نمو الجسم بيكون عبارة عن مواد بروتينية. المواد البروتينية بيبدأ هضمها فين؟ بيبدأ هضمها داخل المعدة. بعد كده خلاص خلصنا الهضم في المعدة، ندخل على الاثنى عشر بالتحديد. طبعا الأمعاء بالتحديد هتكون الايه؟ الاثنى عشر، والفتحة اللي بتفصل ما بين المعدة والأمعاء أو الاثنى عشر اسمها فتحة البواب. دي كده المعدة، ودي كده فتحة البواب، ودي كده الاثنى عشر، وطبعا دي كلها على بعضها الأمعاء. الأمعاء الايه؟ دي كده الأمعاء الدقيقة، ودي كده بداية الأمعاء الغليظة. احنا عندنا الأمعاء الدقيقة بتنقسم إلى ثلاث أجزاء. أول جزء هو الاثنى عشر، وفي جزء يكون في النص ما بينهم اسمه الصائم،
تاني جزء اسمه قصاري، بس ده مش عليك في المنهج. وتالت جزء اسمه اللي بيكون لافف حوالين بعض ده، اسمه اللفافي. اللفافي اللي عليك هو الاثنى عشر وبعد كده اللفافي. أول ما الأكل يوصل الاثنى عشر بيبدأ الكبد في إفراز عصارته الهضمة. الكبد ده بيفرز العصارة بتاعته اللي اسمها العصارة الصفراوية. بيفرز العصارة الصفراوية، والعصارة الصفراوية لا تحتوي على إنزيمات هضمة. يبقى لما يجي يسألك يقول لك أي العصارات لا تحتوي على إنزيمات هضمة، هي العصارة الصفراوية. مين اللي بيفرزها؟ الكبد. طب بتتخزن فين؟ بتتخزن داخل المرارة أو الحويصلة المرارية أو الحويصلة الصفراوية. يبقى تاني، أول ما الأكل يوصل ويدخل إلى الاثنى عشر يبدأ يشتغل الكبد، فيفرز مين؟ يفرز العصارة الصفراوية، هو اللي بيفرزها. طب هو لو فرزها واحنا مش عايزينها، يخزنها فين؟ يخزنها في المرارة أو الحويصلة المرارية لحد ما نكون محتاجينها، بعد كده ناخدها من المرارة ونبدأ إن احنا ننزلها في الاثنى عشر. طب هي وظيفة العصارة الصفراوية بتعمل إيه؟ بتعمل على تحويل الدهون إلى مستحلب دهني. يعني ما بتعملش فيها حاجة غير إن مثلا الدهون دي بتبقى مثلا كتل كده، كتل هي مثلا صلبة، بتحولها إلى أشياء كده عاملة زي المستحلب، عصير كده لزج، مادة كده لزج، بنقول عليها مستحلب دهون. يعني بتحول الدهون إلى مستحلب دهون. والعصارة الصفراوية لا تحتوي على هضمة. علشان كده بنقول ان الهضم بتاع العصارة الصفراوية ده بيكون هضم ميكانيكي. لان انا عندي نوعين من الهضم، بيكون في هضم ميكانيكي وهضم تاني كيميائي. الهضم الكيميائي ده هو اللي بيكون فيه مواد كيميائية زي مين؟ زي الانزيمات. لكن الهضم الميكانيكي هو الهضم اللي بيكون خالي من الانزيمات الهضمة، زي مثلا مضغ الطعام وطحن الطعام وتمزيق الطعام، زي مثلا الحركة الدودية، ده كله هضم ميكانيكي ما فيهوش انزيمات. لكن الهضم الكيميائي الهضم اللي بيكون فيه انزيمات. علشان كده المعدة بيكون فيها نوعين من الهضم، الميكانيكي والكيميائي. الكيميائي طبعا بسبب وجود انزيم البيبسين، والميكانيكي بسبب الحركة الدودية اللي بتكون موجودة في جدار المعدة. طيب يبقى كده لما اجي اسالك اقول لك مين هي المادة اللي بيبتدي هضمها داخل الاثنى عشر أو داخل الأمعاء؟ طبعا هتقولي الدهون، لأن احنا الدهون ما يتمش هضمها في الفم ولا تم هضمها في المعدة، لكن بدأ هضمها فين؟ في الأمعاء. نيجي بعد كده لأهم عضو أو أهم غدة بتكون موجودة على مستوى الجهاز الهضمي، وهو البنكرياس. البنكرياس بيفرز عصارته واللي اسمها العصارة البنكرياسية. طيب احنا ليه قلنا ان البنكرياس ده اهم عضو او اهم غده موجوده على مستوى الجهاز الهضمي؟ لان البنكرياس بيشتغل على الثلاث اطعمه المختلفه اللي احنا بناكلهم. وهم مين؟ وهم الكربوهيدرات والبروتينات، وكمان بيشتغل على البيبيدات. يبقى لما اجي اقول لك مثلا مين هي العصاره اللي بتشتغل على الثلاث اطعمه المختلفه، او مين هي اهم عصاره على مستوى الجهاز الهضمي، هتقول لي العصاره البنكرياسيه. طب مين اللي اهم على المستوى الجهاز الهضمي، البنكرياس ولا المعده؟ هتقول لي البنكرياس. ليه؟ لان البنكرياس بيهضم البروتينات والكربوهيدرات واللايبيدات، انما المعده بتهضم البروتينات بس. طيب العصاره البنكرياسيه بتحتوي على ايه؟ عندنا العصاره البنكرياسيه بتحتوي على اربع مواد. العصارة البنكرياسية بتحتوي على أربع مواد. أول مادة بنسميها الشغالة. الشغالة يعني إيه الشغالة؟ أصل أقول لك على حاجة، إحنا عندنا الأمعاء دي هيحصل فيها هضم ويحصل فيها إنزيمات هتشتغل عشان خاطر إن هي تهضم بعد كده. يعني هنا الأمعاء هو دي كده هيحصل فيها هضم، اللي هي الاثنى عشر واللفائفي. وعلشان يحصل الهضم لازم يكون في مجموعة من الانزيمات تشتغل. طب عشان الانزيمات تشتغل محتاجين ان احنا نظبط المكان ازاي؟ بمعنى ان انا عندي الوسط كان في المعدة، كان البي اتش بتاع المعدة او البي اتش بتاع المعدة كان حمضي. ليه؟ لانه كان بيساوي من 1.5 الى 2.5. طيب البي اتش اللي الانزيمات بتشتغل فيه او اللي اشتغل بيه في الامعاء بيكون قلوي.
ليه؟ لأن البي اتش بتساوي 8، يعني كل الإنزيمات اللي هتشتغل في منطقة الأمعاء محتاجة بي اتش 8. طب والأكل جاي من المعدة البي اتش بتاعته كام؟ 1.5 و2.5. فاحنا محتاجين إن احنا نظبط المكان علشان خاطر كل الإنزيمات اللي بتتفرز في الأمعاء تشتغل. طب المكان أهم شرط معايا مين؟ إن يكون البي اتش كالوب، يعني البي اتش بيساوي 8. فمين اللي بيظبط الموضوع ده كله؟ مين اللي بيعادل حمض الاتش سي ال اللي هي شغاله، اللي اسمها بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم بتخلي البي اتش بتاع الامعاء قلوي، يعني بيساوي 8، عشان كده بنقول عليها اسم الشغاله. طيب تاني حاجه هنبتدي بقى نفرز الهرمونات اللي هتهضم الأطعمة المختلفة. تاني حاجة احنا عندنا انزيم اسمه اللايبيز. اللايبيز، طب تفتكر ان انزيم اللايبيز ده بيهضم مين؟ بيهضم اللايبيدات ولا البروتينات ولا الكربوهيدرات؟ اسمه اللايبيز، يبقى اكيد بيهضم اللايبيدات. بس اللايبيدات، احنا جينا اللايبيدات في الاول كانت العصارة الصفراوية، تعالى كده العصارة الصفراوية مسكت الدهون وحولتها الى مستحلب دهني، مسكت الدهون دهيت وحولتها الى مستحلب دهني. فاللي هيجي بعد كده اللي هو الليبيز اللي بيفرزه البنكرياس هيبدأ بقى يشتغل على مين؟ بيشتغل على المستحلب الدهني. يبقى اول انزيم بيفرزه البنكرياس هو الليبيز، بيعمل ايه؟ بيحول المستحلب الدهني، بيحوله لمين؟ بيحوله الى احماض دهنية، احماض دهنية زائد جليسرول، طبعا بواسطة مين؟ بواسطة انزيم الليبيز. طب البي اتش بتساوي كام؟ احنا كده بنتكلم في امعاء، يبقى البي اتش بيساوي 8. طب درجة الحرارة، قلنا درجة الحرارة في اي مكان في الجسم المفروض ان هي بتساوي 37. طيب يبقى كده لما اجي اقول لك ما هي العصارة التي تؤثر على عمل انزيم الليبيز هتقول لي العصارة الصفراوية. العصارة الصفراويه، ليه العصاره الصفراويه؟ لان العصاره الصفراويه هي اللي مسكت الدهون حولتها لمستحلب دهون. يبقى العصاره اللي بتاثر على عمل انزيم اللايبيز هي العصاره الصفراويه، العصاره الايه؟ الصفراويه، لانها بتحول الدهون الى مستحلب دهني. طيب كده نقول ان انزيم اللايبيز ده بيستكمل عمل مين؟ بيستكمل عمل الكبد. ليه؟ لان الكبد بيفرز العصاره الصفراويه اللي بتحول الدهون الى مستحلب دهني. دي كلها اسئله ممكن تيجي لك، فانت لازم تبقى فاهم الاطار بتاع الموضوع بتاعنا. احنا عندنا عصاره صفراويه بتتفرز من مين؟ من الكبد. بيتم تخزينها فين؟ بيتم تخزينها في الحويصله المراريه اللي هي المراره او الحويصله الصفراويه، وبعد كده بيتم افرازها داخل، اول ما يوصل الطعام الى الاثنى عشر بيتم افرازها داخل الاثنى عشر. البنكرياس بيفرز عصارته اللي من ضمن مكوناته الليبيز اللي بيحول المستحلب الدهني بعد كده الى احماض دهنيه. طيب يبقى كده مين نوع الطعام اللي بيبدأ هضمه وينتهي هضمه داخل الأمعاء؟ داخل الأمعاء طبعا الدهون. ليه؟ لأن الدهون بدأت هضمها في الاثنى عشر وانتهت هضمها برضه في الاثنى عشر، تم تحويل الدهون إلى أحماض دهنية بفعل مين؟ بفعل الكبد والبنكرياس، بفعل الكبد والبنكرياس. طيب الناس اللي بيكون عندها مشاكل في الكبد أو اللي بيكون عندها مشاكل في المرارة، مثلا حد شال المرارة ولا حاجة، الدكاترة بينصحوهم إن هم يقللوا من الدهون، يقللوا من أكل الإيه؟ الدهون. أو عنده مشكلة في الكبد فالدكتور ينصحه إن هو يقلل من الدهون. ليه؟ لأن الدهون هو اللي بيفرز العصارة الصفراوية، نفس الفكرة، العصارة الصفراوية بتحول الدهون إلى مستحلب دهون. طيب إحنا كده اشتغلنا على الدهون، فاضل معانا الكربوهيدرات والبروتينات. ناخد المادة أو الإنزيم التالت اللي بيفرزه البنكرياس وهو إنزيم الأميليز. عايزك كده تتخيل معايا انزيم اسمه الاميليز، بس الاميليز اللي كان في الفم اسمه الاميليز اللعابي اللي بيتفرز من اللعاب، او بنقول عليه اسمه التيالين، او ده بقى اسمه الاميليز البنكرياسي. بنكرياسي، انا عايزك كده تتخيل معايا ان في شخص مثلا قاعد قدام حلة محشي وعمال بيحدف في صوابع المحشي، يعني ما بيبلعهاش، ده بيزلطها زلط كده. ففي الحالة دي المحشي ده عبارة عن نشا مش هيتم هضمه في الفم، طيب كده يعني مش هيتم الاستفادة منه نهائي لو ما تمش هضمه في الفم. فمن رحمة ربنا ان يجي البنكرياس تاني في الامعاء ويفرز انزيم اميليز تاني غير الاميليز اللي فوق اللي في الفم، بس طبعا اميليز من الايه؟ من البنكرياس، علشان يهضم مين؟ علشان يهضم النشا، او برضه يهضم الجلايكوجين اللي بيكون موجود في الكبد. احنا عارفين ان الكبد ده بيتخزن فيه جلايكوجين، الجلايكوجين اللي متخزن في الكبد، ويحوله الى مين؟ يحوله برضه الى ملتوز. اللي بالمناسبة هقول لك على حاجة،
تحويل المستحلب الدهني ده ويوصله لأحماض دهنية. أقول لك على الهضم ده، اسمه هضم كلي. ليه قلت عليه هضم كلي؟ لأن أنا خلاص حصلت على المونومرات الصغيرة اللي هو أبسط وحدة. طبعا الدهون المونومرات بتاعتها هي الأحماض الإيه؟ الأحماض الدهنية. لكن تحويل النشا إلى ملتوز ده هضم جزئي. ليه؟ لأن الملتوز ده سكر ثنائي، ده مش أبسط وحدة، لسه في أبسط تاني. النشا ده كان عبارة عن جلوكوز أهوت، أو الجلايكوجين برضه عبارة عن جلوكوز مربوط مع بعضه. فاحنا لما بنهضمه بنحوله الى ملتوز، فالملتوز ده لسه هيتحول تاني لجلوكوز. علشان كده بقول لك ان ده هضم ايه؟ هضم جزئي. هضم ايه؟ جزئي. لكن هنا لما مسكنا المستحلب الدهني وحولناها لاحماض دهنيه، بقول لك عليه هضم ايه؟ هضم كلي. ليه؟ لان الاحماض الدهنيه دي لسه يعني خلاص كده اخر حاجه، دي اخر حاجه، مفيش هضم تاني بعدها. فطبعا الاميليز البنكرياسي بيحول النشا او الجلايكوجين اللي بيكون جاي من الكبد الى ملتوز، وده بيكون هضم جزئي، وده بيكون طبعا بفعل انزيم الاميليز. فيبقى البي اتش برضه طالما في الامعاء يبقى بيساوي 8 ودرجه الحراره بتساوي 37. طيب كده فاضل الماده الثالثه معايا وهي البروتين. البروتين طبعا هنهضمها بانزيم اسمه التريبسينوجين. انزيم التريبسينوجين، بس خلي بالك ان انزيم التريبسينوجين ده بيهضم مين؟ بيهضم البروتين. طب والبنكرياس عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. فلو التريبسينوجين ده عامل زي، تخيل كده معايا ان هو عامل زي القنبله. القنبله دي لو احنا صنعناها نشيطه، اول حاجه هتفجرها هي ايه؟ طبعا هتفجر البنكرياس. يعني اول حاجه هيهضمها التريبسينوجين ده هو هيهضم البنكرياس، لان خلايا البنكرياس عباره عن بروتين بنسبه كبيره، عباره عن بروتين. علشان كده القنابل لما بتيجي تتصنع بتتصنع في شكل ايه؟ صوره خامله. فبنحط عليها الفتيل. فالفتيل هنا هو مين؟ الفتيل هو كلمه جين، لان كلمه جين معناها خامل. الفتيل هنا هو كلمة جين، وجين دي معناها ايه؟ معناها خامل او غير نشط. طب احنا عايزين ننشط القنبلة، نشيل الفتيل فتتحول الى تريبسين. طب مين اللي بيحول بقى التريبسينوجين الى تريبسين؟ انزيم اسمه غريب كده اسمه انتيرو كاينيز. احفظ معايا كده الاسم، انتيرو كاينيز. كلمة انتيرو معناها امعاء، وكينيز يعني ماده كيميائيه. يعني كلمه يعني انزيم الانتيرو كينيز ده هو انزيم بيتفرز من الامعاء. بيتفرز من مين؟ من الامعاء، من الامعاء. وعليه سؤال مهم جدا في اسئله المتفوقين في كتاب الامتحان، سؤال حلو جدا جدا جدا، لما نوصل له ان شاء الله بشرحه لك يعني في فيديوهات الحل. عندنا تاني، يبقى تاني الانزيم او الماده الرابعه معانا من البنكرياس هو التريبسينوجين. التريبسينوجين بيتفرز في صوره غير نشطه، يعني قنبلة مصنوعة خاملة. ليه؟ الفتيل بتاعها موجود. مين الفتيل؟ اللي هو كلمة جين. فاحنا عايزين ننشطها، بننشطها إلى تريبسين. مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ إنزيم بيتفرز من الأمعاء اسمه انتيرو كاينيز. انتيرو كاينيز. يبقى لما أجي أسألك سؤال وأقول لك مين هو الإنزيم؟ مين هو الإنزيم اللي بيكون ليه دور غير مباشر في هضم البروتين في الأمعاء؟ هتقول لي الانتيرو كاينيز. خلي بالك ده هضم غير مباشر، يعني دور غير مباشر. ليه؟ لأن اللي بيهضم البروتين ويحولها إلى سلاسل، سلاسل، بص كده معايا، ثواني نكتب الكلمة دي مظبوطة، سلاسل عديد البيبتايد. مين اللي بيحول الكلام ده كله؟ هو إنزيم التريبسين. انزيم التريبسين. طب بيحولها في بي اتش كام؟ بي اتش بتساوي 8، ودرجة حرارة كام؟ 37. تمام، يبقى ده انزيم مين؟ التريبسين. طب هو مين اللي نشط التريبسين؟ انزيم الانتروكاينيز. يبقى لما اجي اسالك واقول لك مين هو الانزيم او المادة اللي ناتجة من تفاعل انزيمي وقادر على التنشيط المتخصص، تقول لي انزيم التريبسين. بمعنى تاني السؤال كده، مادة او انزيم ناتج من تفاعل انزيمي، ما هو حته ان انا امسك التريبسينوجين ده واحوله الى تريبسين، مين اللي عمل الكلام ده كله؟ انزيم اسمه انزيم الانتروكاينيز. فيبقى كده ده انزيم ناتج من تفاعل انزيمي وقادر على التنشيط المتخصص، يعني بيقدر ان هو يحول بقى بعد كده يهضم البروتين الى سلاسل عديد البيبتايد، الى سلاسل عديد او عديدات البيبتايد. يبقى مين الماده دي؟ طبعا اللي هو التريبسين. طب الهضم ده كلي ولا جزئي؟ احنا عندنا البروتين دي بتبقى ملعبكه كده، احنا بنفردها الى سلاسل عديد
قلب بطيء، فده يبقى ده هضم جزئي. طب انت اقول عليه هضم كلي، والله لو انا وصلت على الماده المونيمر او الوحده البنيه بتاعت البروتين اللي هي الاحماض الايه؟ الاحماض الامينيه، لو انا وصلت للاحماض الامينيه ساعتها اقول عليه ان ده كده هضم كلي، لكن انا ما وصلتش لحد دلوقتي الاحماض الايه؟ الامينيه. يبقى دلوقتي انا عندي العصاره المنكريسيه بتحتوي على 4 حاجات، اول حاجه الشغاله اللي هي بيكربونات الصوديوم، ودي اللي بتخلي البي اتش اللي بتعادل طبعا البي اتش الحمض اللي كان في المعده، يعني بتعادل حمض الاتش سي ال، فبتحول البي اتش الى 8. وبعد كده بيفرز انزيم اللايبيز اللي بيحول المستحلب الدهني الى احماض دهنيه وجليسرول او جليسرين، فبنقول على الهضم ده اسمه هضم كلي. وطبعا اللي بيساهم او اللي بيساعد انزيم اللايبيز في عمله هي العصاره الصفراويه اللي بيفرزها الكبد. ثالث انزيم معايا هو الاميليز البنكرياسي اللي بيحول النشا او الجلايكوجين الى مالتوز، وده برضه بيكون هضم جزئي. بعد كده بيكون في التريبسينوجين واللي بيكون خامل عشان هو بيهضم البروتين، فبيتم تنشيطه الى تريبسين بفعل انزيم الانتيروكينيز اللي بيتفرز من الامعاء، فبيحول البروتين الى سلاسل عديد البيبتيد، وده برضه بيكون هضم جزئي وليس كلي. طيب نيجي بعد كده للامعاء. الامعاء قلنا ان هي بتحتوي او بتتكون من جزئين، جزء اسمه الاثنى عشر وجزء اسمه اللفافي، بيكون في جزء اسمه الصايم بس مش عليك في المنهج. الامعاء بتفرز انزيمات، بتفرز العصارة بتاعتها اللي هي اسمها العصارة المعوية. والعصارة المعوية دي بيكون معايا بتحتوي أو بتتكون من 3 حاجات. أول حاجة هو إنزيم الإنتيروكينيز، لسه قايلين عليه إنتيروكينيز. وإنزيم الإنتيروكينيز بيتفرز من الأمعاء، لأن كلمة إنتيرو معناها أمعاء، وكينيز مادة كيميائية بتتفرز من الأمعاء، فيبقى إنزيم الإنتيروكينيز. بيعمل إنزيم الإنتيروكينيز ده بيحول التريبسينوجين الى تريبسين. يبقى لما اجي اقول لك انزيم بيعمل على هضم البروتين في الامعاء بشكل غير مباشر، يبقى انزيم الانتروكينيز. انزيم يعمل على هضم البروتين بشكل غير مباشر في وسط البي اتش بيساوي 8، يعني في الامعاء برضه، يبقى انزيم الانتروكينيز، لانه بيهضم البروتين بشكل غير مباشر، لانه بيحول التريبسينوجين الى تريبسين. طيب بعد كده بقى العصارة المعوية هي اللي بتيجي تخلص، بتجيب من الآخر. ليه؟ لأنها تفرز بقى الإنزيمات اللي توصلنا للجزيئات البسيطة اللي مفيش أبسط من كده تاني. يعني مثلا النشا بتتكون من جلوكوز، فاحنا عايزين بقى، احنا لحد دلوقتي عمالين نوصل للمالتوز، وصلنا للمالتوز في الفم، وصلنا للمالتوز في الأمعاء، احنا عايزين نوصل للجلوكوز، عايزين نوصل للسكريات الأحادية. فهي اللي بتفرز بقى إيه؟ إنزيمات اسمها إنزيمات محللة للسكريات الثنائية. وأنا كان عندي السكريات الثنائية قد إيه؟ عندي السكريات الثنائية كانوا 3 سكريات. أول سكر هو المالتوز. المالتوز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 جلوكوز، فبيتم تحويله إلى جلوكوز زائد جلوكوز. طب الإنزيم اللي بيحول المالتوز ده اسمه مالتيز. وهكذا بقى. تاني سكر معانا كان اسمه سكر، فاكرين بقى معانا اسمه سكر لبن، لبن يبقى لاكتوز. اللاكتوز ده مين اللي حوله؟ لاكتيز. طب اللاكتوز ده كان بيتكون من ايه؟ كلهم طبعا كان بيتكونوا من جلوكوز، يبقى اساسي كده معايا الجلوكوز. طب اللاكتوز ده كان بيدخل في تكوينه، نزود له كلمة جا، يبقى جالاكتوز. يبقى تاني سكر معايا اللي هو اللاكتوز ده بيحوله من انزيم اللاكتيز، بيدينا جلوكوز وجالاكتوز. بعد كده السكر التالت معايا اللي هو سكر القصب اللي اسمه سكروز. سكروز مين اللي هيحوله؟ السكريز. يا دوبك بنشيل الواو ونحط مكانها ايه؟ يبقى انزيم السكريز بيحوله اكيد معايا جلوكوز زائد فركتوز. فتبقى دي الـ3 انزيمات، 1 2 3، 3 انزيمات محللة للسكريات الثنائية، وهم مين؟ المالتوز، واللي ليه اسم تاني اللي هو سكر الشعير، فبيحوله إلى جلوكوز وجلوكوز. بعد كده تاني سكر معايا اللي هو اللاكتوز، وده سكر اللبن، يبقى ده شعير، مالتوز ده شعير، واللاكتوز ده لبن، والسكروز قصب، ده لبن وده قصب. طب مين هو السكر اللي بيديني نفس الوحدة البنائية؟ طبعا المالتوز، بيتكون من نفس الايه؟ الوحدة البنائية. مين هو الانزيم اللي بينتج عنه
نوع واحد بس من الوحدة البنائية طبعا هيكون انزيم المالتيز. ليه؟ لأنه بيدينا جلوكوز وجلوكوز، إنما اللاكتيز بيدينا جلوكوز وجلاكتوز، وبالتالي بينتج عنه نوعين. يعني لو الجلوكوز ده دايرة هيكون ده دايرة، لكن لو الجلوكوز ده دايرة هيكون ده مثلث، لكن لو الجلوكوز ده دايرة هيكون ده مربع. فأصبح دلوقتي الإنزيم اللي بينتج عنه نوع واحد، نوع واحد اللي هو طبعا هيكون الجلوكوز، لأنه بيدينا اتنين جلوكوز، فيبقى دول الاتنين مع بعض هو نفس الإيه؟ نفس النوع. فدي اسمها الإنزيمات المحللة للسكريات الثنائية. مين اللي بيفرزها؟ الأمعاء. طيب فاضل كمان معايا مين؟ فاضل معايا البروتينات. البروتينات بس اتهضمت إلى سلاسل عديد البيبتيد، عديد البيبتيد، فأقول لك إنزيمات بقى، مجموعة إنزيمات البيبتيديز. مالها إنزيمات البيبتيديز دي بقى؟ بتمسك مين؟ بتمسك سلاسل عديد البيبتيد، أي سلاسل عديد أو عديدات البيبتيد، تحولها إلى إيه؟ تحولها إلى أحماض أمينية. خلي بالك احنا كنا واخدين في سنة أولى إن الأحماض الأمينية عندي 20 نوع، وبالتالي أنا ممكن مثلا لو جبت لك رسمة مثلث مثلا مربوط في دايرة، مربوط في مربع، مربوط في دايرة، مربوط في مثلث، ده يبقى شكل مثلا سلسلة عديد البيبتيد. فتطلع لي بقى إيه كده؟ تطلع لي المثلث لوحده، ودايرة لوحدها، ومربع لوحدها، ودايرة لوحدها، ومثلث. ليه؟ ليه الأشكال دي كلها؟ لأن أنا عندي 20 نوع من الأحماض الإيه؟ الأمينية. 20 نوع من الأحماض الأمينية. مين اللي بيحول سلاسل عديدات البيبتيد؟ هي مجموعة البيبتيديد، هي مجموعة سلاسل إنزيمات طبعا اللي هي البيبتيديز. البيبتيديز طبعا البي اتش بيكون كام؟ احنا هنا في الأمعاء، يبقى البي اتش بتساوي 8، بي اتش بتساوي 8. وكده نبقى خلصنا الهضم، كده انتهى الهضم. ليه؟ لأن احنا وصلنا للأحماض الدهنية، وصلنا للسكريات الأحادية اللي هي الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز، وكمان وصلنا للأحماض الأمينية. كده يبقى احنا خلصنا الهضم. فضل لنا بعد ما خلص الهضم ندخل على الامتصاص.